صاحب السمو الملكي سير، وهي أول سيارة سعودية تبنى خارج الولايات المتحدة، ونسعى إلى بناء 328 ألف سيارة كهربائية في العام. كما لدى السعودية المملكة العربية السعودية هدف بتوليد 50% من طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030، وصندوق الاستثمارات العامة مسؤول عن تطوير 70% من مصادر الطاقة المتجددة، وسلاسل الإمدادات المؤمنة يمكنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على ذلك. وهذا الأثر الممتد يقودنا إلى أن نبحث عن المستهدفات والإجراءات، والهيدروجين والطاقة المتجددة تقدم فرصة لتنويع سلسلة قيمة الطاقة حول العالم.